أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق، نبدأها بالعناوين. اللواء الأول دعم وإسناد يدشن المرحلة الأولى من العام التدريبي 2023 بعرض عسكري لوحدات وكتائب الشهيد منير أبو اليمامة. مدينة سيئون تشهد مسيرة جماهيرية بالدراجات النارية وتطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى. إدانات لقرار الإعدام الصادر عن محكمة ميليشيات الحوثي بحق 3 تربويين من محافظة المحويت. نفت وزارة النقل الشائعات المغرضة التي يتم تداولها بشأن عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة البهرة والمخصص للنشاط التعديني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 31 من ديسمبر 2022. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن مجلس الوزراء وافق على المشروع بعد استكمال كافة الإجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية، وأكدت أن نشر مثل هذه الإشاعات تهدف إلى تعطيل مشاريع التنمية في محافظة البهرة والمحافظة المحررة. وطالبت الوزارة مختلف وسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومواقع إخبارية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، مؤكدة في الوقت ذاته على احتفاظها بالحق القانوني لملاحقة مروجي تلك الإشاعات. دشنت قيادة اللواء الأول الدعم وإسناد المرحلة الأولى من عامها التدريبي الجديد 2023 بعرض عسكري مهيب. بجهوزية قتالية عالية دشنت قيادة اللواء الأول دعم وإسناد المرحلة الأولى من العام التدريبي 2023 بعرض عسكري للأفراد من الوحدات والكتائب العسكرية من أبناء الشهيد منير أبو اليمامة. علينا نعد أنفسنا ونكون جاهزين ولا نعتمد على غيرنا، على غير أنفسنا، علينا نعتمد على رئيسنا الرئيس عيد الله وسلم قاسم الزبيدي وعلى جيشنا الجنوبي وأبننا وشعبنا، فهذا هو الذي نقدر نحقق فيه النصر. نشكر كل القيادة الذي دعمتنا وساهمت معنا في بناء المؤسسات العسكرية، نقول لهم إن عامنا هذا بإذن الله سيكون هو دحر الميليشيات الحوثي ومكافحة الأرهاب في محافظة أبين أو تكون في محافظة عدن. نقول لهم إحنا مستعدين بإذن الله بهذه القوات، هي عزيمتهم وإرادتهم عزيمة قوية، بإذن الله سنكون عند حسن الظن في قيادتنا السياسية والعسكرية بإذن الله. التدشين شهد حضور عدد من قيادات الصف الأول لألوية الدعم والإسناد، وخلال العرض العسكري ألقيت العديد من كلمات الثناء والتقدير للشهيد منير أبو اليمامة ورفاقه من أفراد اللواء الذين استشهدوا جراء عملية إرهابية غادرة أثناء عرض عسكري للواء. اليوم ندشن الفصل الأول من العام التدريبي 2022 من خلال العديد من البرامج التي سوف تكرس في تأهيل التدريب، سواء كان القادة وكذلك الأفراد، وفقا للمهام المكلف بها سواء مكافحة الإرهاب أو التصدي للحوثي في جبهات الضالع وجبهات يافع. فاللواء الأول دعم إسناد هو الأول، وسوف نسير على طريق شهيدنا القائد وكل شهدائنا، شهيد القائد منير محمود أبو اليمامة وكل الشهداء. صف ضباط وجنود وقيادات اللواء أظهروا كامل جهوزيتهم لتدشين العام التدريبي الجديد وفق البرامج والخطط التدريبية التي أعدتها قيادة ألوية الإسناد والدعم ضمن استراتيجية الدفاع للقوات المسلحة الجنوبية. صلاح العاقل، قناة الغد المشرق، عدن. التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وناقش معهما ملفات المحافظة ذات الأولوية في قطاعات الخدمات الأساسية. التقينا بفخامة الرئيس
طلعناه على كثير من القضايا التي تخص المحافظة وأيضا دولة رئيس مجلس الوزراء. شرحنا لهم ما تمر به المحافظة من صعوبات، عملوا على كثير من الحلول ستأتي إن شاء الله في الوقت القادم. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سلمين البحسني على ضرورة الحفاظ على ما تحقق لمحافظة حضرموت من منجزات أمنية وعسكرية وتنموية عقب تحريرها من فلول الإرهاب. أكد البحسني خلال لقائه بمدينة جدة عددا من أبناء محافظة حضرموت المقيمين بالمملكة العربية السعودية أهمية دعم جهود السلطة المحلية على مختلف المستويات وتكاتف جميع أبناء المحافظة في الداخل والخارج للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في حضرموت وفي مقدمتها قوات النخبة الحضرمية. شهدت مدينة سيئون مسيرة جماهيرية بالدراجات النارية جابت شوارع المدينة للمطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت ونقلها إلى جبهات القتال حسب بنود اتفاقية الرياض. هنا الحب الجديد القديم يتجدد في كل مرة ترفع فيها راية دولة الجنوب تتبعها راية دولة الإمارات، ليؤكد لنا أن البلدين كمثل الجسد الواحد في الرخاء والشدة. في سيئون هكذا عبر المحتجون في مسيرتهم السلمية بالدراجات النارية عن مطلبهم في إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى. هذا المطلب لن يتزحزح ولن نتراجع حتى تنفيذه، ولذلك نطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف العربي الإسراع في إصدار قرار برحيل هذه الميليشيات من وادي حضرموت وفقا واتفاق الرياض. المشاركون في المسيرة أكدوا استمرار التصعيد بكافة أشكاله حتى يتم إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلا عنها وبسط سيطرة أبناء حضرموت على كافة المدن لحفظ الأمن والاستقرار. وسوف لن نهدى ولن نستكين حتى خروج هذه المنطقة التي تشكل لنا الإرهاب والتطرف، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لنا. ولا يزال الشعب في الجنوبي وشعب حضرموت يطالبون برحيل هذه المنطقة، المنطقة الغاصبة، المنطقة المتبلطجة تتبلطج على كل شيء وكل يوم تتوالى عليها الفضائح، ولكن إن شاء الله ثقتنا كبيرة بقيادتنا في المجلس الانتقالي ومع الحليف الصادق الإمارات إن شاء الله. الناس هنا في وادي حضرموت وصل بهم الحال إلى الحال الذي لا يطاق، حال تتصدره أوضاع مأساوية أمنية وأخرى معيشية، وانتظار الخلاص على أحر من الجمر أمل يتوشح مستقبلهم. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محمد بامزعب المحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد محمد في هذه النشرة. في البداية، هل سنشهد في عام 2023 سيناريو شعبي جديد للمطالبة برحيل المنطقة العسكرية الأولى؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا أبناء حضرموت منذ بضعة شهور وهم يخرجون إلى الشوارع يعني شبه يومي يطالبون برحيل هذه المنطقة الإرهابية الأولى من وادي وصحراء حضرموت. سبق وحذرنا أكثر من مرة أن هذه الميليشيات في وادي حضرموت هي من تقوم بتهريب السلاح للحوثي، لم يسمعنا أحد، وفي الأخير تم اكتشاف أن هذه فعلا أن هذه القوات هي من تقوم بتهريب الأسلحة للحوثي. وأبناء حضرموت عندما خرجوا
لم يخرجوا من فراغ، وانما خرجوا نتيجه ما يتعرضون له من ضيم ومن قهر ومن نوع من العنجهيه يقوم به افراد وضباط هذه المنطقه الارهابيه الاولى. واعتقد ان وصلنا الان الى 2023، اعتقد انه اصبح وقت طويل جدا لتواجد هذه الميليشيات في وادي حضرموت، خاصه وان النخبه الحضرميه على اهبه الاستعداد، ورايناها كيف الامن والاستقرار في ساحل حضرموت، وباذن الله تعالى ان تسيطر النخبه الحضرميه على كامل حضرموت. ولكن الذي نرجوه من الاشقاء في التحالف العربي ايضا من مجلس القياده الرئاسي ان ينظروا الى ان ابناء حضرموت مصرين على تنفيذ اتفاق الرياض، وخاصه الشق العسكري منه. نعلم ان وجود هذه المنطقه يعني بقاء الحياه للحوثي، بقاء امداد الحوثي بالسلاح، بقاء دعم الحوثي لوجستيا عبر هذه المنطقه التي لا تقوم ولا تحرك ساكنا تجاه ما يتم نقله من سواء كان ياتي من محافظه المهره او من خارج الحدود ومرورا بوادي حضرموت. طيب سيد محمد، هل تتوقعون استجابة من قبل الحكومة لمطالب أبناء حضرموت المتكررة برحيل هذه القوات عن أرضهم في ظل تغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى؟ لم يغير قائد المنطقة العسكرية لحد الآن، الذي غير هو أركان المنطقة العسكرية الأولى، ولعديدك من شعر بيت أن أركان المنطقة العسكرية الأولى لحد الآن لم يقم بتسليم بن حطيان أركان المنطقة، لم تسلم لحد الآن، لا زال أبو عوجة هو الذي يتحكم بكل شيء، لا زال أبو عوجة متواجد في حضرموت، لا زال يعني نقدر نعتبر أن هذه المنطقة أصبحت متمردة حتى على القرارات الرئاسية. فيجب تنفيذ القرارات الرئاسية مثل ما نفذت في شبوة عندما تم التمرد، ولو أننا في حضرموت لا نحب أن يكون التنفيذ بالقوة، ولكن إن أجبرنا على ذلك فأبناء حضرموت أسود وقادرون أن يحمون منطقتهم وقادرون أن يخرجوا هذه القوات من وادي وصحراء حضرموت. وعلى الجهات الأخرى التي لا زالت متمسكة ببقاء هذه المنطقة الإرهابية الأولى في وادي حضرموت عليها أن تتحمل النتائج كاملة. بقاء هذه القوات في وادي حضرموت ليس خطرا على حضرموت فقط او على الجنوب فقط، فهو خطرا ايضا على دول الجوار. لا يجب ان لا ينضحك على دول الجوار بان هذه المنطقه بانها هي من تساهم في حمايه حدود دول الجوار، ابدا، بالعكس، هذه المنطقه منطقه تابعه للحوثي، ونعلم جيدا ان معظم الجنود الذين فيها من الجمهوريه العربيه اليمنيه. ترددت الأخبار مؤخرا أن الحوثي سمح لعودة الضباط من المنطقة الإرهابية الأولى الذين هربوا إلى صنعاء، سمح لهم بالعودة الآن إلى وادي حضرموت. طيب سيد محمد، ما هي الخيارات الممكنة في حال استمر التجاهل لمطالبات هذه الحشود برحيل هذه القوات عن أرضهم؟ لن يكون هناك أي خيار غير الكفاح المسلح. الكفاح المسلح وسيلة سوف تخرج هذه القوات من المنطقة. الشعب قام بما يستطيع، قام بالمظاهرات وطلب من التحالف التدخل، طلب بتنفيذ اتفاق الرياض، طلب مجلس الرئاسة بتنفيذ قراراتها الأخيرة، ولم يستجب أحد. فليتحملوا عندما يتحول الشعب إلى كفاح مسلح لإخراج هذه المنطقة الإرهابية الأولى من هذه المنطقة من وادي وصحراء حضرموت. فيجب أن يعني الجميع أن أبناء حضرموت ليست بتر ومسيرة فقط، أبناء حضرموت هم شعب تواب للحرية، يريدون حريتهم، يريدون أن يسيطروا على ثرواتهم، يريدون أن يعيشوا مثل ما باقي الشعوب عائشة. لا يمكن أن يستمر أبناء حضرموت تحت الضيم وتحت الضيم لأجل بضعة من الأشخاص لهم مصالح في بتر ومسيلة أو في أبار النفط والغاز في وادي وصحراء حضرموت وفي هضبة حضرموت أيضا. لن نضحي بشعب حضرموت من أجل أن يبقى ثلة من الناس مستنفعين، أبدا. لو اجتمع العالم عن بكرة أبيه مناطرا لهذه المنطقة الإرهابية الأولى، ثق تمام الثقة أن أبناء حضرموت قادرون على إخراجه، وإنما أبناء حضرموت يتحلون دائما بالصبر، ولكن عندما ينفض صبرهم لن يقف في وجههم أحد أبدا. نعم، كان معنا عبر الهاتف من المكلا محمد بامزعب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
وبالعودة إلى تدشين اللواء الأول دعم وإسناد للتدريبات العسكرية لعام 2023، ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد ديان الشبحي أركان حرب اللواء الأول دعم وإسناد. أهلا بك معنا سيادة الرائد في هذه النشرة. في البداية، ما أهمية تدشين قيادة اللواء الأول الدعم وإسناد المرحلة الأولى من عامها التدريبي الجديد 2023؟ نشكرك أخي وكافة طاقم قناة الغد المشرق عن هذه الاستضافة. مرحبا بك. تم صباح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023 حفل تدشين وحدات رمزية من اللواء الأول دعم وإسناد معسكر الشهيد إياد بن سيرين الجلا سابقا. من خلال هذا العرض نرسل رسائل عدة للميليشيات الحوثية وكذلك قوى الشر والإرهاب القاعدة وداعش بأن قواتنا جاهزة قتاليا وفنيا للدفاع عن تراب أرض الجنوب مهما كلفنا الثمن فأرواحنا رخيصة لهذا الوطن. قواتنا تخوض معارك في عدة جبهات، فقواتنا متواجدة في جبهة حجر الضالة وكذلك في جبهة الحد يافا لمعركة ميليشيات الحوثي، وكذلك نخوض معركتنا ضد قوى الشر والإرهاب في مديرية المحسد. طيب سيدة الرائد ديان، إلى أي مدى الجاهزية القتالية من خلال هذه التدريبات للكوادر العسكرية تساهم في محاربة الإرهاب بشكل استراتيجي ومختلف مما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار؟ قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام سواء قتالية أو أمنية، فقواتنا يد تبني ويد تحارب. طيب إلى أي حد تأتي هذه التدريبات ضمن استراتيجية الدفاع للقوات المسلحة الجنوبية؟ قواتنا أخي العزيز هذه مرحلة تدريبية أولى ونفعلها كل عام مجال تدريبية في الفنون العسكرية والفنية والتدريبية والتأهيلية لخوض المعارك سواء كان في الجبهات أو كما أشرت لك سابقا في الجهاز الأمني. طيب أخيرا سيد أو سيادة الرائد، إلى أي حد تدشين قيادة اللواء الأول دعم وإسناد مرحلتها الأولى في هذا العام من أجل التدريب العسكري مما يساهم في وضع الاستراتيجيات لتطوير الكادر العسكري لمواجهة التحديات المحتملة للعام الجديد من إرهاب أو من تنظيمات أخرى قد تقوم بعمليات محتملة إرهابية في مناطق الجنوب؟ نعم نحن جاهزين قتاليا قلت لك وفنيا وعسكريا للحفاظ على تراب أرض الجنوب. ومن خلال قناة عدل الغد المشرق نشكر قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس الرمز أيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية على كل الجهود التي يبذلها وحثه على رفع الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة، ونقول له أن قواتنا جاهزة وتحت رهن الإشارة لتنفيذ أي مهام قتالية أو أمنية. فأحفاد الشهيد القائد أبو اليمامة رحمة الله عليه ثابتون على العهد والمبدأ الذي سقط من أجل الشهداء. نعم، كان معنا عبر الهاتف الرائد ديان الشبحي أركان حرب اللواء أول دعم وإسناد، شكرا جزيلا لك. شنت الطائرات المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية قصفا استهدفت فيه القرى والطرقات شمال مريس في الضالع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى زايد الميداني بسناح أنها استقبلت 3 مواطنين من أهالي مريس، جميعهم تعرضوا لإصابات متفاوتة متوسطة وبسيطة بشظايا المقذوفات الحوثية على محافظة الضالع. دانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات قرارات الإعدام الصادرة مما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء بحق 3 من أبناء محافظة المحويت المعارضين لأفكارهم الطائفية وممارساتهم الإرهابية. وقالت الوزارة إن هذه القرارات تعتبر إرهابا سياسيا وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة، لافتة إلى أن 6 المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام 3 منهم مختطفون ومخفيون قسرا وقد تعرضوا للتعذيب الوحشي لما يقارب 6 سنوات متواصلة.
وسط تعثر المجتمع الدولي في ردع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تنوعت انتهاكات الأخيرة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن ضمنها الاختطاف والاعتقال وأحكام الإعدام. آخر أحكام الإعدام تلك ما أصدرته ما يعرف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء، من أحكام إعدام بحق 3 مدنيين يعملون مدرسين في محافظة المحويت بعد 7 أعوام من إخفائهم قسريا وتعرضهم للتعذيب. وأصدرت محكمة الميليشيات حكمها عليهم زاعمة أنهم أدينوا بالتخابر، إلا أن تلك تهمة دائما ما تلسكها الميليشيات بخصومها السياسيين. ومن حكمتهم الميليشيات مؤخرا هم إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي، وكانت الميليشيات اختطفتهم في تموز من عام 2015 على طريق المحويت الحديدة بدون أي مسوغ قانوني أثناء عملهم مدرسين في الحقل التربوي قبل أن تودعهم في المعتقل السري بجبل صرف شرقي صنعاء. وبحسب مصادر حقوقية فإنهم تعرضوا للتعذيب بطريقة وحشية حتى أصيبوا بإعاهات مختلفة، ناهيك عن منع الاتصال عنهم والزيارات وأي معلومات. ونددت منظمة حقوقية يمنية بأشد العبارات أحكام الإعدام الجديدة بحقهم، معتبرة إياها محاكمة صورية لا يوجد فيها أدنى معايير الشفافية. وقالت المنظمة إن حكم الإعدام كان معدا مسبقا من قبل ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي، مطالبة المبعوث الدولي لليمن ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم حيال المختطفين وبسرعة التدخل لإيقاف الأحكام الظالمة عنهم وعن مئات المختطفين التي أصدرتها أحكام تابعة للإنقلابيين. ومنذ سيطرتها على صنعاء عام 2014 أصدرت الميليشيات أكثر من 350 حكما بالإعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكما على الأقل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد نبيل في هذه النشرة. في البداية، كيف يمكن التعامل مع هذه الأحكام الجائرة من الناحية القانونية، وما هو دور الوزارة في ذلك؟ بداية أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. بالأمس أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بيانا شاملا حول هذه المسرحيات الهزلية التي تنتهي في 10 دقائق وتكون بها قرارات جاهزة وليست أحكاما. هؤلاء ليسوا قضاة، هذه مجرد هؤلاء هم أشخاص تابعين للجماعة وينفذون هذه العملية التي كما قلت لا تتجاوز 10 دقائق، يكون فيها قرار جاهز بقرارات بالإعدام. هذا الموضوع تم في الفترة الأخيرة، لدينا القرار ضد 16 شخص من أبناء صعدة، لدينا 6 الأشخاص الذين هم من أبناء المحويت، لدينا سابقا 4 أحكام أو 4 قرارات ضد صحفيين معتقلين من بداية الانقلاب في صنعاء. هذه العملية تتم بشكل دائم، هدفها الأساسي هو الإرهاب السياسي، بمعنى القمع، الترهيب، التخويف، تكميم الأفواه، هو الغرض الأساسي من مثل هكذا مسرحيات تنتهي بمثل هكذا قرارات. وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في بيانها بالأمس وجهت نداء إلى المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وفوضية السامية على ضرورة أن يكون هناك موقفا رادع من قبل المجتمع الدولي لهذه الميليشيات في اتجاهين: الاتجاه الأول بالإدانة واتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذه الجماعة، ثانيا باعتبار كل من يقومون بهذه الأعمال أو يشاركون فيها هم جزء من مجرمين حرب، لابد أن يضافوا إلى قائمة المطلوبين دوليا وأن يكونوا من ضمن الأشخاص الذين يجب أن تحال ملفاتهم إلى محكمة الجنايات الدولية. طيب سيد نبيل، ما مدى التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان وأيضا الجهات الدولية المعنية في حماية المحكوم عليهم بالإعدام؟ حقيقة نحن في الفترة الماضية سعينا بشكل كبير إلى عملية التواصل الدائم مع مجلس حقوق الإنسان، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كان لنا لقاء موسع في شهر أكتوبر الماضي مع قيادة المفوضية السامية في جنيف،
وأيضا في شهر نوفمبر كان هناك فريق من جزء من فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن حضر إلينا هنا في عدن وقام بزيارة عدد من المرافق الحكومية واطلع على كثير من الملفات الموجودة لدى الوزارة وأيضا سلم لنا عدد كبير من الأسئلة التي يحتاج لردود عليها وتم تقديم قائمة بالردود لهذا الفريق فريق لجنة العقوبات في مجلس الأمن كل ذلك بهدف استنارة المجتمع الدولي بما يتم من جرائم وبما يتم توثيقه عبر الوزارة من حالات رصد وتوثيق لكل هذه الانتهاكات نسعى من خلالها إلى أن نجعل الكرة في ملعب المجتمع الدولي ليقوم بدور ضاغط على هذه الميليشيات واتخاذ عقوبات رادعة وخصوصا طيب. بعد القرار السياسي للحكومة باعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية. طيب بالنسبة للمجتمع الدولي سيد نبيل أصدرت ميليشيات الحوثي أكثر من 350 حكم إعدام بحق سياسيين وأيضا نشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين نفذت منها 11 حكما على الأقل ما مدى تأثير هذه الأرقام على المجتمع الدولي ومعاقبة الحوثيين على كل هذه الأحكام الجائرة والقرارات بإعدامهم والانتهاكات التي تقوم بها للصحفيين وغيرهم يعني المجتمع الدولي هل يتجاهل هذه الأرقام لمصالح أخرى أم ماذا؟ حقيقة على الرغم من البيانات التي تصدر من المبعوث الأممي تارة ومن جهات دولية تارة أخرى بخصوص الإدانة لمثل هكذا قرارات وهكذا تنفيذ وبالذات ما حدث لأبناء تهامة الذين تم إلباسهم قضية خاصة بصراع داخلي بين قيادات الحوثيين وكانوا يريدون أن يغلفونها بهذا الشكل ليقوموا بتلك العملية البشعة بعمليات الإعدام لأبناء تهامة الأبرياء على الرغم من هذه الإدانات لكننا ما زلنا نعتبر أن الإدانات لا ترتقي إلى مستوى الحدث هناك عمليات إعدام وبالتالي الإدانات غير كافية لابد أن تكون هناك قرارات رادعة من قبل مجلس الأمن ليس فقط بإضافة أسماء أشخاص لقائمة المطلوبين ولكن لابد أن تكون هناك قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد هذه الجماعة لتكون بالفعل قرارات رادعة توقفها عن أعمالها وما تقوم به من انتهاكات. نعم كان معنا عبر الهاتف من عدن نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك. تستمر الميليشيات الحوثية حملة اعتقالاتها المسعورة على الصحفيين والإعلاميين المنددين بانتهاكاتها المتزايدة بمناطق سيطرتها لتؤكد على دخول قياداتها بحالة هستيرية بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص. يزداد قلق ميليشيات الحوثي يوما بعد آخر بالتزامن مع حالة الغليان المتصاعدة في الشارع اليمني حيال انتهاكات الميليشيات. الحكومة اليمنية بدورها نددت بحملات الاعتقال التي تشنها ميليشيات الحوثي بحق النشطاء ووصفتها بحملات مسعورة وأكدت بأنها بأفعالها تثبت أنها عصابة إرهابية مارقة. كما أكدت الحكومة على أهمية ممارسة الضغط الحقيقي على قيادات الميليشيات لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي. هذه الحالة الهستيرية التي تعيشها القيادات الإرهابية تحدث عنها سياسيون وقانونيون لصحيفة الشرق الأوسط والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية القمع الذي سيتعرضون له وأوضحوا أن هناك سببين لهذا الاحتقان الشعبي الذي يعيشه المواطنين أول أسبابه هو نهب الممتلكات ومصادرة حرية السكان وكرامتهم وعرقلة صرف الرواتب ليوضحوا أن المتناقضات باتت واضحة في أحياء المدينة حيث يوجد في جهة القادة الحوثيين القصور الفخمة والمراكز التجارية الضخمة
والسيارات الفارهة، وبالمقابل اكتظاظ شوارع العاصمة صنعاء بالمتسولين. هذا عدا عنه بأراضي الأشخاص والقبائل من اللجنة العسكرية الحوثية التي صادرت مساحات شاسعة خصوصا في صنعاء والحديدة بزعم أنها أراض تتبع وزارة الدفاع، وكذلك ما تفعله هيئة الأوقاف التي مارست أساليب اللجنة العسكرية في نهب أراضي الناس بحجة أنها من ممتلكات الأوقاف. وحسب ما يرى المصدران، فإن السبب الثاني لحالة الغليان الشعبي ضد سلطة الميليشيات مرتبط بحملة الاعتقالات والإخفاء القسري للمدنيين، والتأكيد على أن الانقلابيين فتحوا عشرات إن لم تكن المئات من السجون السرية والعلنية في كل مدينة، وقاموا باعتقال الناس وإخفائهم وتعذيبهم في تلك السجون من دون حسيب أو رقيب، وفي قضايا مدنية وجنائية مجتمعية عادية، بخلاف المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن 15,000 شخص. أما عن الدور الذي تلعبه الأجهزة الاستخباراتية التي تحولت إلى أقسام شرطة ولكن بسجون سرية، أصبح دورها الأساسي اعتقال الناس وإخفائهم لأشهر طويلة والبعض لسنوات طويلة بلا أي خبر عنهم. وصل محافظ محافظة سوق قطر المهندس رأفت الثقلي إلى الأرخبيل قادما من العاصمة عدن. يأتي ذلك بعد مشاركته في العاصمة الأردنية عمان ضمن الندوات والمشاريع البيئية العالمية ولقاءاته الميدانية بالعديد من الوزراء في العاصمة عدن لعرض أهم المعوقات والصعاب التي تواجه الجزيرة، مستعرضا أهم المشاريع الخدمية واحتياجات محافظة سوق قطر. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. معرض صور في عدن يرصد أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا بكم جديد. افتتح عدد من قيادات المجلس الانتقالي معرض صور لرصد أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي. كاميرا الجنوب، رصد وعرض وتوثيق قضية شعب، عنوان معرض صوري نظمته الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. تم عرض صور كثيرة للأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي في جميع المناسبات لإيضاح قضية الجنوب وشعبها على كل المعابر الدولية، وأيضا كل اللقاءات سواء على المستوى المدني أو على المستوى الإغاثي أو العسكري، وهذه اللقاءات من شأنها أو الصور هي توثيق للكلمة، والصورة أحيانا كثيرة هي أبلغ من الكلمة. الغرض من هذا المعرض عرض كثير من النشاطات التي وثقت قضية شعب الجنوب في جميع المحافل. هذا المعرض عكس أنشطة وفعاليات القيادات المركزية في المجلس الانتقالي الجنوبي، واحتوى الكثير من الصور، وكان منظم تنظيم جيدا. نشكر القائمين على هذا المعرض الذي عكس بحق وحقيقة جملة من نشاطات المجلس خلال العام المنصرم. المعرض حوى صورا عديدة وثقت المنعطفات السياسية والعسكرية والثقافية والإنسانية على المستويين الداخلي والخارجي. برعاية الرئيس القائد عيدروس بن قاسم زبيدي راعي الإعلام الجنوبي وتنظيم للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي وتنفيذ الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، قمنا اليوم بافتتاح هذا المعرض الذي سيستمر عمدة يومين تحت عنوان رصد وعرض وتوثيق قضية شعب. لا شك بأن الإعلام سلاح انماض في أي معركة كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. طبعا اليوم الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي كللت هذا العام ببانوراما، يعني بانوراما عن فعاليات الأمانة العامة بكل دوائرها، وهذا تاريخ في الحقيقة يكتب وتوثيق ورصد لمجمل الفعاليات خلال
الأعوام السابقة. تهدف الدائرة الإعلامية من هذا النشاط هو إبراز وتوثيق ورصد أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي لإبراز قضية شعب الجنوب، وأيضا هو النشاط هذا والمعرض الصور وكان إبراز دور نشاط المجلس اقتصاديا وسياسيا وأيضا في المجال الإنساني والإغاثي. أنشطة ونجاحات نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الماضية أسهمت في خدمة الحياة العامة للمجتمع الجنوبي. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن. أقامت هيئة مستشفى شبوة العام مبادرة تطوعية لموظفيها تمثلت في حملة نظافة وتشجير لساحات المستشفى الخارجية بهدف إضفاء طابع جمالي للمستشفى. مبادرة إدارة هيئة مستشفى شبوة المتمثلة في حملتها الطوعية لنظافة وتشجير ساحات المستشفى الخارجية لاقت تفاعلا كبيرا من كافة موظفي المستشفى، إدارة وأطباء وممرضين وعمال، وحتى من الحراسة الأمنية من قوات اللواء الثاني دفاع شبوة. النظافة هي جزء مهم جدا لمكافحة الأمراض ومكافحة أضرار كثيرة منها ضمنها القات وغير القات، لذلك نحن نقول بهذا العمل اليوم العمل جماعي وتطوعي لأجل نبرز شيء جاء أنه العمل الجماعي والعمل التطوعي هو مهم جدا، وهذا ما تعلمنا من مؤسسة خليفة للعمل الإنسانية أن عمل الخير هو عمل إنساني وعمل مقبول لدى الجميع، لذلك قمنا بعمل نظافة، نظافة مستشفى هي. قمنا بحملة النظافة عامة تطوعية لجميع موظفي مستشفى شبوة العام، فتعطي انطباع للمجتمع الشبواني والمجتمع في البلد بأكمله حول الإسهام في تنظيف المرافق الصحية والأماكن العامة، نعطي صورة أو مثال يحتذى به للجميع أننا نحن من نحافظ على ممتلكاتنا، لن ننتظر من البعيد بأن يحافظ على ممتلكاتنا ونحن أهل البلد، المفترض أن جميعا نتشارك ونتعاون في مثل هذه الحملات. صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة أشاد بهذه المبادرة واعتبرها خطوة في الطريق الصحيح وتشجيع حالة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والتشجير. التفاعل المجتمعي في موضوع النظافة هو موضوع حاسم بالنسبة للنظافة عامة ونوعية. احنا نلاحظ في الفترة الأخيرة أنه في تفاعل حقيقة في المستشفيات، في المرافق المدنية، وأيضا في المدارس كذلك، وهذا إضافة كبيرة جدا لإيجاد نظافة عامة، نظافة نوعية. حجم التعاون بين الأهالي وصندوق النظافة والتحسين هو يحدد مستوى العام النظافة. حملة جيدة وتتوافق مع النفس الحضاري وتثبيت لثقافة معينة من أجل تقييم النظافة في المستشفى، وممكن ينعكس هذا على مؤسسات أخرى في المحافظة، ونتمنى هذه المبادرات أن تتكرر بمرات قادمة إن شاء الله وتكون ثقافة عامة لدى المجتمع لدينا. هدفت هيئة مستشفى شبوة إلى إضفاء مساحة أكبر من النظافة والبيئة النظيفة والتشجير لإعطاء طابع جمالي وأجواء صحية للمرضى والزوار، بالإضافة إلى حث المجتمع لتعميم مثل هكذا مبادرات. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. وننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى آخر أخبار الرياضة. بدأ حفل استقبال نادي النصر للنجم البرازيلي كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، وقال كريستيانو رونالدو في حفل التقديم أنه فخور بانضمامه إلى نادي النصر وأن عائلته أظهرت دعما كبيرا له، وقال أنه برغم العروض الأوروبية التي قدمت له إلا أنه اختار نادي النصر، مقدما شكره للسعوديين على الترحيب الحار بقدومه. ويذكر أن رونالدو وصل يوم أمس برفقة عائلته والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض.
سار موكب جنازة الراحل بيليه في شوارع مدينة سانتوس قبل أن يصل مثواه الأخير، وكان سجي جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب نادي سانتوس، وتم إلقاء النظر الأخير عليه من قبل الجماهير البرازيلية على رأسهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حسب ما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة. أكد جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا سيطالب جميع دول العالم بإطلاق اسم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه على أحد ملاعبها. حضر إنفانتينيو مراسم تشييع جثمان بيليه، ونقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية بي ميديا القول إنه سيطالب كل دولة في العالم بتسمية أحد ملاعب كرة القدم لديها باسم بيليه. وفي أبريل 2021 تخلت ولاية ريو دي جانيرو عن مخطط لإطلاق اسم بيليه على أستاد ماراكانا بعد رفض عمدة الولاية. شوهد شبيه الأسطورة بيليه من بين عشرات البرازيليين الذين قدموا لمراسم إلقاء النظر الأخيرة على جثمانه، وشوهد ريبيرو مرتديا قميص فريق سانتوس خارج الأستاد لالتقاط الصور مع مشجعين آخرين. نتابع. افتتحت الصين مهرجان الفني سنويا للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة وعيد الربيع بعروض الأضواء وأكثر من 30 مصباحا وفوانيس تحمل شكل الأرنب. يصادف السنة الصينية التقليدية الجديدة في يوم 22 من يناير القادم ويلقب بعام الأرنب في التقويم الصيني القمري. وأكدت السلطات الصينية أنها تسعى لتسريع انتعاش السياحة وجذب الزوار بعد تخفيف قيود جائحة كورونا. أعلن مركز فوبوسا الروسي للأرصاد الجوية تحطيم درجات الحرارة في العاصمة موسكو الرقم القياسي بارتفاعها إلى 4.5 درجة فوق الصفر. وأشار المركز إلى أن الرقم القياسي السابق تم تسجيله عام 1973 عندما وصلت درجات الحرارة إلى 4.2. وأضاف المركز أن درجة الحرارة وصلت إلى 4.5 في موسكو ولم يرتفع إلى هذا المستوى من البرودة منذ 50 عاما. نهاية النشرة، إلى العناوين. اللواء الأول دعم وإسناد يدشن المرحلة الأولى من العام التدريبي 2023 بعرض عسكري لوحدات وكتائب الشهيد منير أبو اليمامة. مدينة سيئون تشهد مسيرة جماهيرية بالدرجات النارية وتطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى. إدانات لقرار الإعدام الصادر عن محكمة ميليشية الحوثي بحق 3 تربويين من محافظة المحويت. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد.com وتطبيق ضبط الإخباري. إلى اللقاء.